ايه ربنا يستر. انت قدها وقدود. ثم انت متنكر. نكر بالك انت يعني حته الموكيت اللي انا حطيتها فوق راسي دي بتعتبرها متنكر؟ طب والله العظيم عامله فرق. مش كده؟ استنى انا. اتكل على الله يا دكتور ما تقلقش. ما لقاش ازاي بس؟ وانا رايح برجليا للست اللي متهمني بقتلها. ويا عالم يا عالم هعرف اوصل لها ولا لا؟ ولو وصلت لها هتسمعني ولا لا؟ ولو سمعتني هتصدقني ولا لا؟ كله قلق في قلق في قلق. يا رب استرها يا رب. استنى عندك. استنى عندك. انت بتكلمني انا ولا ايه؟ انا اسف يا دكتور بس اول ما اشوف حضرتك هنا في المستشفى. حضرتك جديد معانا؟ جديد معاك؟ انا يا ابني الدكتور حمدي اشرف ابو سريع استاذ امراض البنك شون 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 جامعه سكانسون. ده انا سايب مؤتمر عالمي كبير في زنزبار عشان اجي اتابع حاله معالي الوزيره. تقول لي جاي جديد؟ ده انا بنيت المستشفى دي على كتافي يا ابني. انت اسمك ايه؟ انا اسف دكتور حمدي اللي معرفك يجالك. اتفضل دكتور حمدي اتفضل. الجديد قال شيل البتاع ده عشان تعرفي تتنفسي. بتقولي افسر افسر بس الكلام بتاع حضرتك ممكن عليك اشيل الشنكور ده ممكن اشيله ولا ممكن تفيصي فيها؟ مش هتفيصي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام عفريت. عيني العفريت. عيني؟ عفريت؟ لا اله الا الله. انا عفريت. دكتور ايهاب. عيني العفريت ايه بس؟ فهميني. انت مكوبسه ولا حاجه؟ مكوبسه؟ لا. ايه ده؟ انت مين وبتعمل ايه هنا؟ انا الدكتور صلاح اشرف ابو سريع جامعه سكونسون سليفر. دكتور صلاح مين؟ انا اول مره اشوفك هنا في المستشفى. ازاي؟ انا الدكتور صلاح بتاع الوزيره. انتوا ازاي يعني ازاي سايبينها من غير سكس بالف على وشها ولا مش ممكن؟ سكس بالف ايه؟ مين انت؟ مش ممكن. هو فين مفتاح 18 والجنكار والبرور براندو؟ مش ممكن اللي بيحصل ده. امبوسيبل. مين الراجل ده؟ امسكوه. الله يخرب بيت ام الاوكر. مالها اوكر زمان؟ معقول سايبين البلوة هنا عند سيادة الوزيرة؟ ده كلام